بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة قبل ما نبدأ في الدرس بتاع النهاردة، زي ما اتفقنا عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا، وهو أهمية التخصص في مجال الترجمة. خلينا متفقين ان المترجم لا يقل أهمية عن الدكتور والمهندس أو المهنة التانية اللي هي أسست الحضارات. وفي ظل الوقت اللي احنا بقينا عايشين فيه والعالم بقينا عايشين فيه، مش بس بقينا محتاجين التخصص، ده احنا بقينا محتاجين التخصص. دلوقتي مثلا مبقيناش نسمع عن دكتور بيعالج البطنة والنساء والأطفال والحاجات دي كلها، احنا بقينا نسمع عن دكتور في كل تخصص، وفي دكتور بياخد تخصص جوه التخصص. لذلك احنا لما نيجي نبص في وسط المترجمين، هنلاقي ان المترجم بيبقى شاطر قوي، غالبا متخصص في مجال واحد او في مجالين، لان هو بيوصل لمرحله معينه بيبقى على درايه بالمجال كله، المصطلحات كانه درسه في الجامعه وتخصص فيه. يعني مش ان هو متخرج من كليه ترجمه، هو كانه تخرج من كليه طب او كليه اقتصاد علوم سياسيه. فوق كده كمان، يعني لو هنتكلم بقى على الناحيه الماديه، في ناس معتقده ان المترجم اللي بيشتغل في مجالات كتير هيجيله شغل كتير، هيجيله ملفات كتير، هيعرف يشتغل ميديكال وتكنيكال وليجل وحاجات كتير، فبالتالي دخله هيكون اعلى. بس let's say it's a math لسبب. دلوقتي المترجم اللي هيتعرض عليه مثلا ملف طبي او ملف ليجل وملف ماركتينج، وعليه ان هو يقدم كواليتي عالية لكل ملف، هيقعد يعمل سيرتش لكل ملف، هيعمل سيرتش مصطلحات، هيشوف الصياغة بتاعت كل ملف فيهم وكل مجال فيهم. طبعا ده هياخد منه وقت جبار. اللي بيحصل مع المترجم المتخصص، هو بيبقى على دراية مصطلحات والصياغة والسياق وكل الحاجات اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده، فبالتالي بيعرف ينتج كمية اكبر وبكواليتي اعلى. ف he's working smart he's not working hard. ده هيكون الفرق ما بين المترجم المتخصص والمترجم العام اللي بيشتغل في كل حاجة. ممكن يوصل ان هو بيعمل في الساعة 1000 كلمة، بيوصل لكده وبتحصل وحقيقة. طيب الاهم من كده ان هو بيوصل لمرحلة جديدة في الشغل، ان هو مش اللي بيدور على الكلاينت، الكلاينت هو اللي بيدور عليه. طيب هضرب لكم مثال على الموضوع ده. اول لما بنقول مثلا مجال ماركتينج، اول حد هنفكر فيه جديا هو الدكتورة مروة راغب. وعلى الرغم ان هي صغيرة في السن، الا انها سبقت مترجمين كبار جدا وفي المجال ده. هنقول تخصص مالي، اول حد هيجي على بالنا استاذ عاطف السيد، ان هو شغال في بنك، واللي حضر معانا مؤتمر في ورك هاب وشاف المحاضرة على بتاعته، على الرغم انها كانت صغيرة جدا الا انها كانت مفيدة جدا جدا، وبينت فعلا هو متخصص قد ايه. وفي بقى امثله كتير على كده، مثلا في القانوني عندنا استاذه لبنى واستاذ سيد صادق واستاذ ابراهيم محروس واستاذ انس طلعت. طبعا هو متميز في مجال القانوني والطبي، هو من الناس اللي ليهم فضل كبير قوي عليا في بدايه مرحله مشوار الترجمه، لان هو رجالي حاجات كتيره جدا. طيب اكيد حلمنا طبعا يبقى في مترجم شاطر في كل المجالات وبيعرف يترجم اي حاجه بتقف قدامه، هيز سوبر هيرو وكل حاجه. بس الافضل طبعا ان كل واحد فينا يبقى متميز في مجاله، واقف على ثغر محدش تاني واقف عليه، عارف يسده، فيكون كلنا بنكمل بعض. لذلك السلسله دي هنبدا فيها من A to Z في الترجمه الطبيه، عشان اللي عايز يتخصص فيها، وهنوصل فيها ان شاء الله لاعلى مستوى، وهترجمه زي الدكاتره زي ما قلنا speak like a doctor and write as a consultant. طبعا انا بقول الكلام ده والمقدمة دي عشان احنا هنلاقي تفاصيل طبية كتير، وممكن لو حد مش interested قوي يقول انا ليه بسمع مضطر اسمع الكلام ده، ليه مضطر اسمع كلام الطبي بالطريقة دي. لكن هو هيكتشف ان كل معلومة هنقولها وكل مبدأ هنحطه وكل كلمة هنقولها هو هيقابلها وهو بيترجم medical، وهيلاقي نفسه استفاد كتير جدا من المقدمة الطبية اللي احنا مضطرين للأسف ان احنا نديها في الاول. انا عارفة ان الكلام هيبقى تقيل شوية، بس ان شاء الله الموضوع هيبقى بسيط والاوتكمز هتبقى جميلة. هنبدأ بالدرس الاول ان شاء الله اللي بيتكلم على directions and its applications. طبعا احنا عارفين علم الطب كبير جدا ومتشعب جدا، شبه المتاهة اللي احنا شايفينها قدامنا دي، لكن بمبادئ بسيطة جدا هنعرف نوصل بسهولة لفهمه.
تخيل مثلا كده المريض دخل للدكتور بيوصف له اعراض معينه، والدكتور في وسط المتاهه الكبيره دي، ان جسم الانسان عامل زي المتاهه دي، عليه يعرف من الاعراض دي يعرف يشخص المريض ويدي دايجنوزس مظبوط. فوق كده كمان ان هو عليه ان هو يوصف مكان الليجن. ليجن يعني آفة، زي مثلا التيومر، تيومر يعني ورم. عليه يوصف الورم ده شكله كان عامل ازاي ومكانه فين بالظبط. لذلك هو محتاج يوصف بديركشنز معينة، بحيث ان حتى الميديكال رابر ده لو راح لدكتور تاني او راح لأي حد تاني يبقى فاهم برضو الدكتور ده شاف ايه، كأنه شايف الحالة قدامه بالظبط. طبعا احنا عارفين ان الطب مشتق من اللغة اللاتينية، عشان كده احنا هنتعلم برضو كلام لاتيني كتير. هي عبارة برضو عن قواعد معينة هنمشي عليها، هنلاقينا بنفك المصطلحات زي ما اتفقنا قبل كده. طيب نيجي للصورة اللي قدامنا دي. الصورة اللي قدامنا دي ملخصة كل الاتجاهات. زي ما احنا شايفين قدامنا في حاجة اسمها anatomical position، اللي هي زي ما احنا شايفين باطن الايد لقدام، ظهر الايد لورا، بالوقفة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. العلماء لما جم يشرحوا جسم الانسان حبوا يوصفوا كل حاجة فين وكل عضلة فين وكل وريد فين، فقالوا طيب احنا نمشي ازاي، لازم نحط مبادئ نمشي عليها. رسموا خط في النص اسمه ميد لاين، خط المنتصف اللي هو الخط اللي احنا شايفينه ده. لقوا ان خط المنتصف ده قسم جسم الانسان نصين. طيب لو شايفين حاجة فوق هنقول عليها سبيرير، سبيرير يعني علوي. لو شايفين حاجة تحت انفيرير، انفيرير يعني سفلي. طيب كل ما حاجة تقرب من خط النص او الميد لاين هنقول عليها ميديال، الجانب الانسي. كل ما حاجة تبعد عن الميد لاين اسمها lateral، lateral يعني جانبي او الجانب الوحشي، الاتنين صح. كل ما حاجة بتقرب من الراس بقول عليها proximal، الطرف القريب، وكل ما حاجة تبعد عن الراس بقول عليها distal، الطرف البعيد. طيب كل ما حاجة تبقى لبره superficial، كل ما حاجة تبقى لجوه تبقى deep، دي كأني بصة من فوق، superficial سطحي، deep عميق. طيب لو جينا بقى على الصورة اللي هي واقفة بالجنب، anterior يعني امامي، او ventral، ventral يعني بطني، يعني باتجاه البطن ناحية البطن. posterior يعني خلفي او باتجاه الظهر، يعني dorsal. الاتجاهات دي هي اكتر اتجاهات هنقابلها وهتفيدنا كتير جدا 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 في الترجمة. طيب في حاجات بتبقى ميكس منهم، يعني مثلا عايزين نقول ان الحاجة موجودة anterior قدام وفي نفس الوقت هي medial، بقول عليها anteromedial. حاجة موجودة فوق بس في نفس الوقت موجودة في الظهر، posterior. superior posterior. وطبعا هنقابل الحاجات دي برضو واحنا بنترجم، وهن ان شاء الله هن هتبان معانا في الاكزامبلز. هنا هدي شوية اكزامبلز بسيطة وهنطبق عليها ان شاء الله. اول اكزامبل، a 35 year old woman presented with a circumscribed mobile firm and painless swelling over the anterior aspect of the right shoulder. هنا انا الدكتور بيشرح حالة، بيقول ان في فيميل عندها 35 سنة جاية بليجن، هو عبارة عن swelling. swelling يعني ورم. طبعا هو وصف الورم، مالناش دعوة بالموضوع ده، انا عايز اركز في directions النهاردة. موجود فين؟ موجود over the anterior aspect of the right shoulder. anterior زي ما قلنا قدام يعني امام، لو عايزين نحفظها anterior A امام الف، الA مع الالف، anterior امامي، موجودة في الجانب الامامي من الكتف الايمن. طب نيجي للمثال التاني، headache is more common in posterior fossa tumors. كلمة فصة يعني حاجة في العظم، بلاقيها في العظم، شكل الحفرة كده او شكل النقرة، اسمها حفرة. posterior fossa يعني الحفرة الخلفية. يبقى هنا الجملة دي بتقول معناها ان الصداع بيبقى موجود اكتر في الاورام اللي بتحصل في الحفرة الخلفية بكل بساطة. طيب المثال التالت، splenectomy has been performed via ventral midline.
طبعا احنا هنعمل ان شاء الله درس متخصص وسبيسيفيك للسيرجيكال بروسيدجرز، اجراءات الجراحه، وهنعرف يعني ايه ازاي نفكها، وهنلاقيها سهله جدا برضو. اكتمي يعني استئصال، استئصال واسم العضو اللي انا بستأصله موجود بيبقى قبل اللاحقه اللي هي اكتمي. سبلينكتمي، سبلين طحال، اكتمي يعني استئصال، استئصال الطحال. تمام. طيب احنا قلنا ميد لاين من شويه هو خط النص، خط منتصف. فنترال يعني بطني، يبقى الجمله دي انا فهمت منها ان لما باجي اعمل استئصال الطحال بروح عند ناحيه الميد لاين، خط النص، عند الجانب البطني، الجانب البطني من خط المنتصف، من هنا ببدا اعمل العمليه دي. الابلكيشن الثانيه اللي هستفادها من موضوع الاتجاهات، وكنا نزلنا عليها بوست في دردشه طبيه، كنا عاملينها على شكل لعبه، وعرفنا نسمي الشرايين والاورده والاعصاب من غير ما نرجع او نعمل عليها سيرتش او نرجع لاي قاموس. مثال بس هنعرف حاجه مهمه برضو يعني مهمه واحنا بنسمي، ان سوبرفيشال يعني ديب، سوبرفيشال يعني سطحي، ديب يعني عميق، وسيركونفلكس يعني منعطف، يعني الشريان بيلف. نيجي الاول مثال، سوبرفيشال فيمورال ارتري، ارتري يعني شريان، فيمورال يعني فخذي، سوبرفيشال يعني سطحي، الشريان الفخذي السطحي بكل بساطه. طيب انتيريور كرونري ارتري، ارتري يعني شريان، كرونري يعني تاجي، ودي هنفصل فيها ان شاء الله قدام. انتيريور امامي، يبقى بقى الشريان التاجي الامامي. طيب بوستيريور سباينال ارتري، ارتري يعني شريان، سباينال يعني شوكي، جاي من سباينال كورد الحبل الشوكي، بوستيريور يعني خلفي، يبقى الشريان الخلفي، الشريان الشوكي الخلفي. طبعا لو عايزين نتاكد، واحنا ممكن واحنا بنسمع الفيديو ده نروح نسيرش على الحاجات دي على جوجل، وهنلاقي اساميهم فعلا كده. ميديال سيركونفلكس فيمورال ارتري، ارتري شريان، فيمورال فخذي، سيركونفلكس منعطف، ميديال يعني انسي، الشريان الفخذي المنعطف الانسي. حتى لو لاحظنا احنا مشينا بنفس الاوردر بنفس الترتيب. طيب انا ده الاكسرسايز بتاع الدرس ده، والاكسرسايز ده هنقوله، وانا عايزاكم تحاولوا تترجموه، واللي هيترجم الاكسرسايز ده يبعتهولي على الفيسبوك بتاعي، وهشوفها صححه ان شاء الله، وبعد كده هنشوف احسن ترجمة وهنقولها الدرس الجاي، وهنبدأ بقى وهنترجمها سوا، ونشرح كل كلمة مع بعض ازاي نعمل صياغة للإكزامبل ده. A 54-year-old woman presented to her physician with bilateral hip pain, swelling and discomfort in her right anterior thigh. She gave no history of trauma. A history of breast cancer was reported. She was taking medications for hypertension and depression. زي ما اتفقنا انا هستنى الترجمة بتاعتكم فيها ان شاء الله. انا طبعا كنت حابة ان الدرس يبقى كونسايز وما بقاش طويل، اتمنى ان انا مكنش طولت عليكم. طلب بس بسيط منكم، كل اللي انا عايزاه، انا عايزة منكم فيدباك، ان فيدباك هيفيدني في الشرح، هيفيدني انتم مستفيدين قد ايه، وهل احنا عارفين نوصل للتارجت اللي احنا عايزين نوصله ولا لا. واتمنى ان احنا نساعد بعض، لان الفيدباك ده هيساعدني كتير. واتمنى ما اكونش طولت عليكم، ودمتم في رعاية الله.